المرجعية تاريخياً لها دور مهم في الأحداث الكبرى والتحولات الكبرى، ودوماً الموقف المرجعي كان مسانداً للقرار الوطني العراقي والسيادة العراقية منذ ثورة 20 وإلى اليوم. وفي تلك اللحظات ونحن نستذكر تلك الأيام واللحظات العصيبة التي مرت علينا وداعش يستبيح بلدنا، وكانت بغداد قاب قوسين وأدنى من أن تسقط بيد داعش، والموصل سقطت، وكان هناك من يرى بأنها نهاية العراق. فأتت الفتوى في لحظة مصيرية، ولبى النداء الشباب والكهول العراقيين، وكان الفتوى هناك من يريد أن يصوره بأنه كان فتوى لمذهب معين أو طائفة معينة، لكنها كانت فتوى بحق لمشروع وطني وجهد وطني وإرادة وطنية لإنقاذ العراق من في تلك اللحظة، وكان له أثره البليغ. وهذه النخب الكريمة هنا أيضا بحاجة إلى أن تتوقف عندها وتدرسها جيدا، أنها في مثل هذه اللحظات تتبين أهمية المرجعية ودورها التاريخي والريادي، دورها صمام الأمان، ودورها المدافع والمساند الأمين لسيادة العراق وللقرار الوطني العراقي ولأمن العراقيين ككل. أقول هذا وأنا كردي، وربما تحسبني سنيا أيضا. تاريخ المرجعية في تلك اللحظات التاريخية كانت دوما في حماية المظلومين، انبرت للدفاع عن الكرد، انبرت للدفاع عن المسيحيين والإيزيديين، وأتى شباب الجنوب وانخرطوا في العمل والجهاد لتحرير الموصل والمناطق الغربية. فهي لحظة تؤشر لحالة وطنية متميزة وخطاب وطني وموقف وطني وسيادي. وربما لولا ذلك الموقف في تلك اللحظة لكنا في وضع مختلف تماماً.